الاوبرا مثلا. الآلة اللي بتعزف محدش بيعكسها، محدش بيلمس، وهنا بتيجي اغنيه زي مثلا ايه والله ما يسوى، او الاغاني اللي انتوا عارفين ان انا بلعبها انا وحسين، انا وحسين بس، محدش ولا ينغز ولا يطري، مفيش حاجه بتحصل. كتاب هو موسيقي اولا، وده الاقرب بالنسبه لي، ان هو على درايه بالهارموني، على درايه بمختلف الايقاعات، على درايه فنيه بالمقامات الموسيقيه، مش مجرد مطرب بيغني وخلاص. حتى وانا بنشتغل على اغنيه جديده، مش حكايه انه بيسلمني الاغنيه وخلاص يروح وبعدين يجي على الغنى، لا، بنقعد نشتغل ونتناقش ويقول لي لا طب ما ايه رايك، ونحط افكار، وهو دايما بيفكر بره الصندوق، هو ما بيفكرش دايما في الافكار العاديه، ان اغنيه كذا نجحت فعايزين نعمل زيها، او اغنيه كذا نجحت فعايزين نعمل زيها. دي فركه كذا.